هذا الـ E43 الـ AMG ما شاء الله. هذه فيك ما هي حقيقية، هذه ما هي فتحات تبريد، بس هذه منظر، بس التفاصيل حلوة. 32,000 دينار، 401 حصان، باي تيربو، دفع رباعي، جنوط مكحلة أسود، حلوة. E200 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 E300، S500، هذه AMG، S500 لونج تقريبا 47، وهذه المايباخ S600 S500 نفس الشكل. اللهم هذه أطول. هذا الجيل 500 4x4 2، هذا شلون تطلع للحين؟ هذا واصل ركبتي ما شاء الله. هذه صالة الـ AMG، هذه C63S، 40,000 دينار، ما شاء الله تبارك الله. هذا الجي ال سي الفورتي ثري، والله شكله حلو. كم سعره على فكرة؟ 25,700، والثاني 25.5، هذا 25.5. هذا الخلفية صراحة روعة، بس أتوقع الكوبي بيصير أحلى. الكفرات الورا ما شاء الله عريضة، 255 40 21، 285 35 21. هذا الجي تي اس تقريبا 51,000 دينار، 510 حصان، 8 سلندر، 4.0. شوف هذا الجي كلاس 63، الماكينة القديمة 5.4، 55,600، بس اللون مش ولا بد، خربوه بهذا الأزرق. هذا الـ S63 67.5، يعني ما أدري من راح أشتريها، خذ لك جي كلاس. هذا الـ GTS لون مميز طبعا، كله من 2016، تقريبا 55,000 دينار، سلون قاتل ما شاء الله. هذا الجي ال العادي مو الكوبي، 63S 5.4، تقريبا 42,000 دينار. هذا الـ A45 22.5، الأربع سلندر، 381 حصان. هذه جي ال A45، والله على بالي الـ A